السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا، وحشني الريفيوهات بتاعت زمان بقى اللي كنت بعملها. طبعا مش عارفة اعمل فيديوهات زي الاول، لكن ان شاء الله نرجع بقوة كده بإذن الله. يعني جبت شوية حاجات كده وقلت بقى ايه اعمل لكم عنهم ريفيو، لان انا بجيب حاجات وبصراحة يعني مش بفضل ان انا اعمل عنها ريفيو ولا صور فيديو. اول حاجة دي بودرة الاسنان، تحفه حلوه قوي، انا جربتها. طبعا هقول لكم الحاجات اللي جربتها والحاجات اللي ما جربتهاش. وكمان جبت العدسات دي. ما تنسوش بس تعملوا لايك وتعملوا لي سبسكرايب، انزلوا كده اعملوا لايك للفيديو ويلا نكمل مع بعض بقى. جبت العدسات دي من ناتشورال، وكمان جبت صابونه الحواجب دي، عجبتني جدا. هوريكم انا جايبه واحده تانية قديمه، يعني واحده تانية معايا، لكن دي عجبتني اكتر. الصابون اهي، دي اللي معايا من بدري وبستخدمها. طبعا مش عايزه اقول لكم ان صابونه الحواجب بقت مهمه جدا، ان انت ممكن بتسرحي كده بيها حواجبك، بتفضل ثابته طول اليوم وتخرجي من غير حتى ما تحطي اي شادو ولا اي حاجه. لكن دي عجبتني قوي، الجديده دي اكتر من القديمه كمان، لانها طريه قوي، مش محتاجه انك تحطي فيها مثبت او كده وترشي عليها مثبت. تمام. وكمان جبت الكونسيلر ده، قلت اجربه عشان اول مره اجيبه من مية سينما. جبت الاربع درجات بتاعت الكونسيلر ده. تمام. هما فيهم درجتين فاتحين ودرجتين غامقين، هما مش غامقين قوي، يعني الدرجتين غامقين مش ان هما غامقين قوي. تمام. طبعا ابقى اعمل لكم ريفيو عنهم مخصص لكل حاجه لو حابين، يعني لو عايزين، ويقول لكم برضو رايي فيه. انا حطيته كان ثابت، حطيته مره كان ثابت ومخططش، وتقيل جدا. عايزه اقول لكم جبت كمان الفيكس سبري ده، برضو اول مره اجيبه، ده من بريتي وومن، قلت اجربه. تمام. و طبعا زي ما وريتكم يعني الصابونه، ان انا برش من الفيكس سبري على الصابونه. وكمان جبت الدوب ستيك ده المزيل، جبت النوعين دول، كان في نوع تالت مش لاقيه بصراحه. هو جبت جوز الهند والخيار والنوع ده، معلش بقى على صوت البيبي اللي طالع في الفيديو. كمان جبت الجل ده بتاع الرؤوس السوداء، حلو قوي، جربته مره حلو. وكمان جبت الايلاينر ده من مايت سينما، برضو عجبني قوي وثابت ولونه قوي حلو. كمان جبت الليب بالم دي، تمام، او الليب بينك زي ما مكتوب عليها كده، هي كوري طبعا. عايزه اقول لكم تحفه تحفه، كل شيء احطها اصلا بتسيب لون حلو قوي على الشفايف، بيفضل ثابت. تمام. وكمان جبت ايه تاني؟ جبت التنت ده، تمام، من بنفيت، هو طبعا كوبي مش اوريجينال، بس مش صراحه ما عجبنيش لونه. انا جايبه كذا تنت، يعني انواع تانية كانت احلى بكتير بالنسبه لي من ده. تمام. جبت كمان الصابون ده من الكو، صابون ده جبت ثلاث انواع، في زيت الارجان وكمان بالقهوة وبالطمي المغربي، وفي انواع كتير جدا. احنا طبعا فتحت زيت الارجان اللي هي بزيت الارجان فمش موجودة هنا يعني، بس بصراحة الصابون ده عجبني. كمان جبت الاسبري ده، وجبت الاسبري طبعا اماراتي. جبت بقى الروج ده اللي انا بموت فيه بقالي فترة، اصلا مش بستخدم غيره هو، حتى هوريكو معايا اتنين كده كانوا معايا قدام، هوريكو ان انا يعني انا باكل الروج ده، هو صغنون كده خالص، التلاتة بيكونوا في علبة تلات درجات يعني متشابهين لبعض. بصوا انا ما بستعملش غيره اصلا، الروج ده ثابت وحلو جدا، بيعجبني ومط. تمام. وكمان جبت ايه تاني؟ او جبت البودر الحواجب دي، تمام، وانا بستخدمها كبودر حواجب وكاي شادو. جبت كمان الاسبونشة دي المثلثة دي، تمام. طبعا دي مش ماركة اوريجينال، يعني دي ماركة عادية مش اوريجينال، قلت اجربها. وفرشة الحواجب دي، طبعا كل الحاجات اللي انا جايباها دي استخدام شخصي ليا انا، مش بشتغل عليها لحد. اللي متابعني عارف ان انا كنت شغالة ميك اب ارتست، لكن طبعا وقفت الموضوع كده شوية، وقفت الشغل شوية، فالحاجات اللي انا جايباها دي كاستعمال شخصي ليا انا. تمام. كمان بس كده، يا رب تكون الحاجة عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك وكمان تعملوا لي سبسكرايب. دي كده الحاجات اللي انا جبتها، هعمل لكم كمان ريفيو تاني قريب ان شاء الله. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب، ويلا مع السلامة.